اقتراح وصياغة بدائل جدية وربما أيضاً غير مكلفة لهذه السياسات. الاثنين البرامج الاثنين مخرجاتهم البحثية أدمجناهم في برنامج جديد سميناه أطلقنا عليه اسم المدينة، وسيتبين لكم بعد حين سبب إطلاقنا لهذه التسمية على هذا البرنامج. لماذا قمنا بصياغة هذه البرامج وتنفيذها؟ نحن نسعى إلى تنفيذ هذه البرامج لأننا نرى أنه إذا كان المجتمع المدني في ظل الدكتاتورية دائرة الفعل المتاحة الوحيدة له هي دائرة الدفاع عن الحقوق والحريات،
في ظل الديمقراطية الأمر مختلف، لأنه في ظل الديمقراطية تتسع دائرة فعل المجتمع المدني باتساع الفضاء الجمعي المدني l'espace public. إذن في ظل هالفضاء هذا وفي ظل الديمقراطية يصبح متاح المجتمع المدني مش فقط المطالبة بالحقوق والحريات والاحتجاج، يصبح متاحا له أن يساهم في ترشيد صناعة القرار، في تقديم مقترحات جدية فيما يخص السياسات العامة، طبعا مع الهيئات الحكومية والمراكز البحثية ولجان الخبراء. هذه المساهمة لديها فوائد جمة بالنسبة لصانع القرار، لأنها تمكن من تسليط الضوء على قضايا حقيقية قد يغفل عنها صانع القرار، أو قد تكون أيضا مغيبة في زوايا الظل. تمكن أيضا هذه المساهمة، أي مساهمة المجتمع المدني في صناعة القرار، في ضمان نجاعة السياسات العامة وضمان مشروعية لهذه السياسات، وهذا مهم جدا في فترة انتقال ديمقراطي كالفترة التي نعيشها. برامجنا أيضا مبنية على رؤية مفادها ضرورة المساهمة في إيجاد نهج عملي لبناء الديمقراطية. الديمقراطية ليست مجرد دساتير، ليست قوانين لا تتحقق فقط بسان الدساتير والقوانين، وإنما من الضروري أن تتحقق عن طريق ممارسات وتقاليد في المشاركة، في حسن تدبير الشأن العام والحوكمة الرشيدة. هذا النهج العملي نحن في تونس قد بدأنا في تلمس ثناياه عندما انتهجنا مقاربة تشاركية بداية لصناعة الدستور، لكتابة الدستور، وواصلنا في هذا الطريق بشكل عملي في تنظيم أول ثاني انتخابات نزيهة وحرة. أيضا نجحنا في تركيز جزء مهم من الهيئات الدستورية، لكننا أيضا في نفس الوقت يعني ما زالت أمامنا تحديات كبيرة. تحديات أولا مثلا على مستوى تطبيق هذا الدستور وسن قوانين ملائمة له من ناحية أولى، من ناحية ثانية استكمال بناء الهيئات الدستورية، ولكن خاصة والأهم أيضا مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي هي على قدر كبير من الأهمية، وتفرض على صانعي القرار أولويات أكيدة ضمن رزنامة عملهم. يتصدر موضوع الإصلاح إن كان على المستوى الإصلاح الإداري، التربوي، الاقتصادي أو تنزيل المركزية قائمة الأولويات الراهنة. نتحدث كثيرا عن ضرورة الإصلاح لا غفاء، لكن لا أحد فعليا يملك رؤية واضحة عن سبل تنزيل هذا الإصلاح، عن ما الذي يجب أن نصلحه بالضبط وكيف نصلحه وفي أي مدى زمني، ما هي أولويات الإصلاح أيضا. فمساهمة المجتمع المدني، مساهمة الباحثين في إثراء حوار حول الإصلاح وأولوياته شيء مهم جدا. من الأولويات المطروحة في 2017 والتي تشكل تقاطعا بين تحديات عديدة ضمن مسار بناء الديمقراطية، إنجاز انتخابات بلدية حرة، وهذا هو مدخل مهم لتنزيل المركزية طبقا لما ينص عليه الدستور التونسي. هذه الأولوية تستجيب لمطلب مهم من مطالب الثورة، وهو إدماج الجهات المحرومة من التنمية، إدماجها ويعني وصول الخدمات الأساسية إليها بشكل لا يستثني أحدا. التنمية المنشودة هي تنمية دامجة شاملة مستدامة تقطع مع النموذج المركزي الكلاسيكي للتنمية الذي طبقناه لمدى عقود طويلة. هذه التنمية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المكان والمجال ولا خصوصيات الفئات البشرية القاطنة بالمجال، هي تنمية لم تعد يعني تستجيب لنموذج لم يعد صالحا. الثورة هي تعبير عن فشل هذا النموذج، ولذلك نحتاج إلى تنمية تنطلق ضرورة من المكان والمجال والمجموعة البشرية كوحدة أساسية عضوية أولى لتخطيط التنمية والسياسات العمومية. في نظرنا هذا يؤسس إلى علاقة جديدة بين المجال والسلطة، علاقة يؤسسها الدستور، دستور 2014، خاصة عبر الفصل السابع. الفصل السابع نعلم أنه يعطي
دور مهم للسلطات المحلية وللمجتمع المدني كشريك في تنزيل التنمية المحلية. الآن نحن أمام متطلبات عديدة، يعني كيف يمكن أن ننزل هذا النموذج دون أن يكون هناك تخطيط استراتيجي محكم مبني على تشخيص دقيق ومحين للواقع المحلي؟ نحن نحتاج إلى هذا التشخيص، تشخيص الانعكاسات الراهنة للسياسات العامة السابقة وسبل علاجها، تشخيص لتمثلات المجموعات السكانية المحلية للسلطة ومجالات تدخلها، تشخيص الإمكانات المتاحة وفرص الإصلاح لاحتياجات السلطات المحلية والمجتمع المدني على مستوى بناء القدرات، إلى غير ذلك من المسائل الجوهرية التي يجب التطرق إليها ودراستها حتى يكتمل التشخيص الضروري للتخطيط الاستراتيجي الناجح للسياسات العامة. نحن لا نستطيع في ظل هذه التحديات التي ذكرت والرهانات الحالية في تونس أن نستغني عن دور المثقف والباحث في ترشيد في صياغة هذا التشخيص وفي ترشيد إدارة الشأن العام. إننا لا نستطيع أن نواصل دفع كلفة هذا الفصل القائم بين دائرة المعارف وإنتاجها وبين دائرة الفعل العام، وإجمالاً بين أصلاً دائرة المعارف وإنتاجها وعملية التغيير والإصلاح المجتمعي. من هنا تأتي فكرة الباحث المواطن. فكرة الباحث المواطن بالنسبة لنا هي فكرة جوهرية في برامجنا البحثية. هذه الفكرة مرتبطة بمفهوم المثقف العضوي التي كما تحدث عنها غرامشي، أي المثقف المنخرط في قضايا مجتمعه والمرتبط بها ارتباطاً عضوياً. لهذا نحرص على تفعيل هذا الدور للمثقف وعلى خلق فضاءات حوارية ومنصات يساهم فيها باحثون شبان ومثقفون ونشطاء مجتمع مدني في بلورة رؤى نقدية بناءة تستشرف مسارات السياسات العمومية بشكل يرأب الصدع بين المعرفة ودوائر القرار والفعل التغييري والاجتماعي والسياسي. إذن برنامجنا سيكون كالآتي: اليوم في الفترة الصباحية من برنامجنا سوف نستعرض تحليلات لسياسات عمومية من زوايا علمية مختلفة، سيقدمها مختصون في علم الاجتماع، في علم الاجتماع الحضري، في الاقتصاد السياسي. هذا سيمكننا من أن نبدأ في رأب هذا الصدع الذي تحدثت عنه في الفصل النظري بين النظرية والفعل، بين المعرفة وعملية التغيير. نأمل أن يكون هناك تفاعل حقيقي بين المقاربات المختلفة التي ستطرح وحوار جدي سيكون هناك مجال مفتوح له بعد عرض الورقات، وسيؤدي بنا حتما إلى بداية إيجاد مناطق التقاء وربما أيضا بدأت دي سينيرجي بين هذه المقاربات. في الفترة المسائية سنكون سعداء بتقديم ورقات سياسات، باكورة ورقات سياسات مخبر تحليل السياسات العامة. هذه الورقات صاغها باحثون شبان صلب مؤسسة الياسمين، وقد تلقى كما ذكرت هؤلاء الباحثون تكوينا يمكنهم من توظيف اختصاصاتهم لإنتاج هذه الورقات. سنبدأ بعد قليل المداخلات، والمداخلة الأولى ستكون مع سيد حاتم كحلون. سيد حاتم كحلون هو باحث وخبير في التخطيط العمراني بالمعهد العالي لتكنولوجيا البيئة والعمران والبنيان. عنوان مداخلته: السياسات العمرانية في تونس، اتساق الاستراتيجيات وتنزيل السياسات. أتمنى لكم متابعة طيبة لندوتنا، ومرحبا بكم مرة أخرى. التفكير حول مستقبل السياسات الحضرية وما تسمى السياسات عموما، السياسات العمومية والسياسات الحضرية بالخصوص، في تطوير وتنمية المدن نتاعنا، أكيد بين عقدتين مدن حول مصطلح المدينة في تونس، في يعني كثير من الخلط بين المدينة والبلدية والمجال التعليمي. المقاربة نتاعي باش تكون كنت حضرت بعض الشرائح، نفضل مش مقدمة يكون الحوار أفقي
الحضارية التي لازم تشكل سياسات أفقية ويزمها تبعد على كل مدى قطاعية. السياق هو تشكل فيه مداخلة هو يعني سياق تقريب يخلينا نفكر ونحاول كيفية يعني صياغة السياسات الحضارية في تونس في ظل يعني هو بيدو سياق غير عادي. احنا نعيش في سياق غير عادي في تونس هو سياق ما بعد الثورة او سياق ثوري يعني معرفتين وما يشمل السياق هذايا من ضرورة مراجعة يعني الادوات بتاعنا طريقة التفكير بتاعنا علاقتنا بالمجال علاقتنا بصانع القرار وعلاقتنا بالمدينة بتاعنا. اذا السؤال الاساسي في هذه المداخلة وهذه الكلمة هل يمكن الحديث في تونس عن سياسات حضارية أو سياسات مدنية؟ شحيل هذا السؤال إلى أكيد يعني توخي مقاربة فيها بعد يعني نسميه بعد مرحلة تاريخي باش نفهم السياسات بتاعنا كيفاش تم تنزيلها وصياغتها وفي يعني أيضا قراءة للبعد المنهجي أو البعد يعني الأكاديمي البحثي كيف يمكن حلوا السياسة التالية عمليا ومنهجيا. نشوفوا احنا تقريب ولازم ننطلق من كل يعني عمل استقرائي بحثي تحليلي الى غيره لازم ننطلق من ما يسمى المفاهيم وتعديل المفاهيم. ماذا نقصد بالسياسات وخاصة باش نحكيو على سياسات عمومية او سياسات اجتماعية هي سياسات حضارية. السياسات كما تعرفوا ونرجع حتى يعني للتعريفات القديمة للسياسات وفي علاقتها بالمدينة يعني يستحضر لنا يعني مانويل كاستيل كيف يعرف السياسات في السبعينات يعني كتب يعني الأساسية في السبعينات اللي خرج من تقريب وجه كل التفكير حول السياسات الحضارية ويوريك كيفاش يعني السياسات راهو فما السياسة وفما السياسي وفما السياسات في كل بعد من السياسات هذه فما تداخل. لكن السياسات الحضارية لازم تكسر كل المفاهيم هذه وترقى إلى نوع من الاتساق كوهيرونس الاتساق اللي ما يخضعش إلى المقاربات الحقوقية الرأسية لكن لازم تكون مقاربات فيها عفوا لا تخضعش المقاربات العملية الرأسية ولازم تكون فيها مقاربات أفقية فيها نوع من الاتساق الأفقي والاتساق الداخلي. هذا المبدأ الأساسي. لكن نشوفوا أيضا أن السياسات الحضارية السياسات المدينية فما فرق بينات كثير لازم وهي في علاقة مباشرة بالسلطة. ما فماش يعني كان في سياسات في المدينة ما تكونش في علاقة بالسلطة. سياسات المدينة هي ديما في علاقة بصانع القرار من قصد يعني الوجود ديما المدينة هي من شأن السلطة. المدينة هي من شأن السلطة من شأن الحاكم. ومن هنا لازم نفهم ايضا كيف نفهم السياسات يعني كان هي يعني مجموعه من الاهداف والرهانات اللي لازم تحققها مجموعه حاكمه او مجموعه السلطه. لازم نفهم ايضا السلطه يعني السلطه هي علاقتنا ايضا بالسلطه لازم نغيروها. السلطه هي القدره بتاع المتدخل او المؤسسه على تحشيد القدرات وعلى تفعيل السياسات هذه بتوخي مناهج او ادوات او اليات يعني تجي في الاساس هنا القدره اللي كان القدره الاساسيه القدره الماليه القدره اللوجستيه على التحشيد هذا تفس الكوبيزاسيون هي اساس مبدا السلطه هنا. اكيد السلطه نشوفوها بعد حتى في مفهوم يعني التراث مفهوم التراث والترابيه التيريتوريالي اللي نفهموا بها ايضا ان شاء الله سميه نتعمق في لكن ديما التعريفات هذه يتم تنزيلها وكل سياسات تنزل حسب اهداف لكن اقوى من الاهداف فما الرهانات والرهانات هنا علاش نقولوا الرهانات ديما في المفاهيم وتعديل المفاهيم لازم الرهانات يعني تكون اول ما تاخذ درجه تردديه اعلى من السياسات
السياسات كهنا بالعمليات الاستراتيجية كهنات تأخذ درجة تراتبية أعلى من الأهداف خطط الكهنات هي عندها وظيفة سياسية التسويق الأهداف المخبتين كيف احنا نحط استراتيجيات حضرية خاصة ومعنا باحترام الاتفاقات الافقية الداخلية الحزمة السالتين لازم نخدم على رهانات قبل ان نخدم على الاهداف. لماذا؟ لان الاهداف ديما تساير النسق القطاعي للبرج. واحنا في السياسات العمرانية والحساسات الحضرية الهدف الاساسي يعني فما رهان على رهان. رهان السياسي الحضري هو على رهان يعني التنمية. يعني ياخذ اولويه على رهان التنمية. لذلك لازم نبعثوا اولا في الصياغات احنا هنا الموضوع بتاعنا اكثر نسيب كيف ننسق هنا ديما نحاول نجاوبوا على سؤال الاساسي هل توجد سياسات حضاريه في تونس؟ هل تنزل السياسات الحضاريه كما هو او كما من المفروض ان تنزل منهجيا وعلميا واستراتيجيا؟ اكيد نبداو تقريب نغرب الى نرجع توا معناها المرحليه في الصياغه السياسات مش نبعد مش نمشي تقريبا في تمشي بالإجابة معناها يعني مسيرة إيجابية للسؤال أو تفكيك السؤال ونعرف ما قدمنا فيك أو هذه المقاربة العلمية يعني كما نتخاوض المقاربات البحثية. كي نرجع شوية يعني ديما السياسات نعرف السياسات ما تنطبقش مباشرة يعني السياسات تصعب على مستوى عالي. دائما يعني فما الحكومات فما هما اللي يصيغوا السياسات بمقاربات مختلفة قلنا معناها في المقاربات ما تسمى يعني المقاربات الحديثة كوغا مودرن بعد جات المقاربات ما بعد الحديثة بوست مودرن واليوم نحكيو على مقاربات تفند المقاربات هذه إلى مقاربات تواصلية تفاعلية نسميوها لي كوغون كومينيسيونيل اللي جاو في يعني ما جاوش من تونس أكيد هما جاو من دول متقدمة اللي تساوي الثورات يعني الثورات الصناعية والثورات الرقمية واللي تخلينا نفكروا ونفندوا يعني المقاربات الكلاسيكية اللي أكل الدار عليها وشرب ومازلنا إلى اليوم وللأسف نخدموا بها حتى في الموارد الأخير للتنمية في تونس. مازلنا نخدموا بالمقاربات القطاعية نبدأ بالقطاعي يعني هذا ما نرجعوا له بعد. أكيد هو الهدف الأساسي كما قلنا في السياسات وضع عليه هنا الهدف الأساسي كل سياسة عمومية أو عمرانية أو قطاعية هي مسألة التطبيق أو الضبط لا غير بالأسف. إذا كان ما توصلش السياسة يعني تحقق هذا التطبيق مش تسقط في ما يسمى العزل أو يعني إذا كان ما تحققش الإدماج والتطبيق أو الضبط هي مش تحقق العكس يعني العزل أو الإحصاء إلى غيره يعني من الظواهر السلبية في المجتمع. والظواهر السلبية اللي يشوفوها وحتى الثورة هي تقريبا الظواهر اللي يمكن فيها مشاكل لكن في الموارد السلبية أكثر يعني هي الثورة اللي جات تقريبا أعطتنا مؤشرات قوية لتقييم السياسات. خاطر لقيناه سلبي أكثر منه إيجابي. وخاصة على المستوى الثقافي وعلاقة الفرد، علاقة الفرد بالمواطن بالتراب بتاعه. دولة سون وهذه مشكلة كبيرة في تونس ونشوفوها حتى في يعني خلينا نعمل لغاية يعني. السياسة وحتى اليوم باش نبداو اللي نسميوه التمشي يعني الزمني معناها البلان لونجيتي المقاربات السياسية العلاقة نتاعنا مع هذه المساحات العمومية هي تقريبا تعكس علاقتنا بالتراب نتاعنا وعلاقتنا بالثقافة والسياسات نتاعنا. إذا قلنا ديما الهدف في السياسات هي مسألة الريبيلاسيون يعني التطبيق ولو أنه فيها فيها حتى جوانب السلبية اللي وردت اليوم كما قلنا الثورات أفرزت عديد من الظواهر السلبية في الدولة المجتمعية اللي تورينا المدن نتاعنا ما وصلتش باش تحقق بعض الأهداف اللي حطتهم حتى يعني حطتهم يعني أنماط عالمية للتنمية اللي هما كما نسميهم اليوم الاستدامة والحوكمة واللي يعني نعرفوا اللي احنا في يعني في الحقل البحثي وفي الحقل يعني الأكاديمي ما نعتبروهمش مصطلحات ما لقاوش الا مستويات مصطلحه هما ممارسات دوليه يجيبوهم يعني من الاطراف الاجنبيه الاطراف المانحه باش تحطها تنزلها يعني
مجتمعات اللي في دورة التنمية وتقيسها كأنها مخاطر بالنسبة أو غيرها من المجال إلى مدى وصول هالمصطلحات الجديدة المعقفات إلى درجة خلينا نقيس المؤشرات ونهيكم من زود يديه يعني شوية معناها الأهداف التنمية المستدامة الجدد اللي هم الاعتماديين هما نوع من تنميط يعني العالمي موديل جديد يعني ونمط عالمي جديد للتنمية اللي مستخدع فيه يعني كل المدن إلى المؤشرات هذه. لو أنت حققت يعني المؤشرات أنت طرف يعني تستجيب إلى المنح النائب. لو ما حققتش المؤشرات أنت في عزل على التنمية العالمية وهذا خطير جدا على السياسات بتاعنا وعلى تنزيل السياسات. وتشوف الحكومة التونسية انخرطت بإرادة أو غير إرادة ولازمها تنخرط في النسق عندش هذا خيار حتى نرجو إلى هل يعني ضغط عن طريق التمويل اللي أصبحت يعني مثلا تخطط قوية على السياسات الدولية والسياسات الحكومية في تونس والسياسات الحضرية هي مرآة السياسات العمومية خاطر كل ما يتم معناها نسج وصياغ وتصور في السياسات نلقاه أفقيا على المجال خاطر الحضري هو في علاقة يومية مع المواطن يمارس التراب بتاعه يمارس المرض، يمارس المسكن بتاعه، يمارس السيارة بتاعه، السيارة بتاعه، السيارات الشعبية يمكن عطات خليلي نعم سيارة السيارات الشعبية نشوفوها دائما لكن احنا في الحضري نعتبروها عشان حاجة سيئة وسيئة جدا فالسيارة الشعبية كثف من الاستهلاك العشوائي للفضاء خارج البوطة قطع العزم تعطي الدناج تعطي معناها تعطي المثال علمياً راهو معناها تسمعها علمياً بالبحوث قد ما تعطي للأسر السيارات قد ما اختيارك المسكن في المركز ما عادش يهمه خاطر عنده أداة القرب هو بالنسبة لي ما عادش يهمه فما يعني وسائل نقل عمومية ولا ما فماش عنده هو استقلالية في التنقل بتاعه اللي يهمه هو يولي يشوف العقار اللي يتناسب مع الامكانيات بتاعه مساله المسافه ما عادش تمثل مشكل نجم يشري لك معناها في 10 كيلومتر 20 كيلومتر كيما 60 كيلومتر السياره الشعبيه نسميوه سيتا فينومين توباتوجين عشان كيما الكونسير معناها قد ما تعطي قد ما الناس تمشي تشري غيرها وهذا ما يحل من ثم يدخل الطريق مدن كبيره بعد ميغابول نلقاو ميتروبول، ميتروبول عندها توسع معناها ديموغرافي أكثر منه أهمية اقتصادية. وهذاك علاش نقولوا احنا تونس ميتروبول مدينة مازلنا كما يقول ستيفان لوغوا في ارتيكل عمله 2001 لا تونيزي معناها سيت ميتروبول اكسبونسيون اسو معناها كانوا اللي كما اللي لاجز معناها يبدا لاجز من بلاصة من بلاصة ما فيه فما ارتيكيلاسيون ما فيه فما اتساق في المجال الحضري. وهذا خيارات لو سياسية كلها خيارات سياسية إذا نرجع لمسألة الجوانب الزمني ومسألة المرحلية عندنا في تونس يعني من السابع منذ الاستقلال 57 كانت السياسة تقريبا فما سياسات موجهة خلينا نقول من توا يعني تقريبا سنة اللي في تونس ما فماش سياسات حضرية ولا سياسات مدنية غير موجودة كل السياسات الموجودة ما فيها سياسات السكنية هي تطلع على الحضرية عن التوجبات الثكانية فيما نحاول نجري وراء مسألة السكنية قلت نرجع التجربة بتاع وكانت تجديد التهديد العمراني وهي معنى التجربة رائعة كانت موردت فيها نقاط إيجابية ونقاط سلبية إذا في السبعينات في 57 تقريبا أول مؤسسة عريقة في تونس هي سكنيك يعني تم إنشائها هي مخفية عن التهديد في تونس وهي التي انطلقت يعني في وضع المخططات الأولى إلى غيره ومنها اثنين يعني مسألة يعني القضاء على مسائل الأحياء المنزلية وتعديت إلى برامج أخرى إلى اليوم موجودة بعد يعني في التقريب في حتى يعني بدأت مسألة الملاجئ يعني نلقاها في المدن بتاعنا الكل إلى يومنا هذا الملاجئ تمثل يعني تقريب ركيزة من المدن بتاعنا يعني نشوف العاصمة تونس وإلى في المدن المتاخة تونس الكبرى وفي حتى في أحياء أخرى يعني المنجم أو اللي تسميهم يعني خدمة ديون السنين هو
هما تقريبا مكونات النواتج الاساسيه للجدران يعني البرنامج مثلا الجرام يعني تمشي يا ترتيب معنا سيكريتيب في كل مكان موجودين يعني يمثلوا النواتج الاساسيه للجدران نتاعك وهذا يمثل جزء كبير من التجربه يعني التونسيه في السنوات الخمسينات والستينات يعني دخلت بطبيعة نشوف السياسات هذه تمشي موازية مع مناويل أو مناويل اقتصادية بعد الستينات عندنا مناويل معين السبعينات مناويل معين إلى غيره دونك السبعينات فينا نفكر تفكير آخر مع التجربة شوية الليبرالية إلى غيره فينا عندنا تفكير آخر وبدينا نعاودوا في ما يتسمى لغتنا في المؤسسيونات إعادة انتشار المؤسسة في تونس ومن هنا تم تقريب تأسيس أهم أنا قطعة عقار كما قلوا لي زاجونس فونسيير وكالات عقارية وكالة عقارية السكنة وكالة عقارية الصناعة وكالة عقارية للسياحة إلى غيره بدينا يعني في منوال تنموي اللي ياخذ في الاعتبار معناها الرهانات العقارية ورهانات يعني البناء والإنشاء والتعليم. في آخر السبعينات طلعت أول مجلة للتعمير أيضا عام 79 عام 73 هم أدراك يعني من إقليم تونس ديستريكت دو تونس سي فتحي هو موجود معنا ونحييه ونرحب به يعني من الشخصيات البارزة في المجال بتاعنا واللي كان على رأس يعني إقليم تونس في الصياغة الجديدة بتاعه اللي هو الأجونس لا يو جي بي توا دار العامة للتهيئة الترابية يعني تقريبا عنده تاريخ المسائل الذي الكل يعرفها يعني دينا وقتها يعني إقليم تونس هي من المؤسسات العريقة إلى يومنا هذا نعيش مخرجات دراسات اللي تعملت إلى يومنا هذا كل الضوابط اللي عملها ديستريكت في تونس مثل السنة الدلام بالنسبة للسياسات العمرانية في تونس قال ديستريكت في تونس ما تعملش يكسوان مدبل ما راهو السنتر يوربان هو هذاك معمول من اي هذا راهو لاب نار يلزمها تنفذ متنفذ لمركز تونس العاصمه ولهنا للاسف نزلنا تشوفوا مثلا القسم الاخير من محايد شمال تونس كيفاش مخدومه شيء تداول جديد يعني بالمقاربات الكلاسيكيه بالمقاربات اللي نسميوها المقاربات المناطقيه بزونين معناها تكنيك دور اللي معناها ما ياخذ حتى في الاعتبار صياغه تنزيل السياسه المدنيه في اطار مشروع مدني مشروع حضري وهذا غايب تماما يعني البلدان المتقدمه تخدم المشروع الحضري لو من الستينات بروجي يوربان هو اساس المدينه يعني اذا كان ما تخدمش مدينه في مشروع حضري راك ماكش باش تنجح حضريا وسياسيا راك باش تدخل في ما يسمى معناها الخطر يعني الحضري مش تبعد من مبدا يسمى المدن البارده اللي في الغزيون واللي هو اساس اللي شفناها معناها الاهداف قدامها لزود هديش نرجع لمساله يعني المرحله التاريخيه اللي هي اذا كان احنا اكيد اذا كان نقيم ندرس نحلل ونقيم السياسات لازم نرجع الى يعني المرحله وهذا يعني البعد الزمني في السياسات شفت السياسات القيمه للاسف ما عندناش تقييم السياسات في تونس هذا تقييم يعني خدمناه يعني نقوم به بصفه متواصله معنا نقاشنا سياستنا في تونس يعني تخضع الى برامج ومشاريع ما عندناش سياسات وما عندناش استراتيجيه كل ما عندنا في كل حقبه سياسيه في كل يعني التواريخ مع انتخابات نشوفوا حزمه من البرامج حزمه من المشاريع كنا هيك نشوف السكان الاول يعني السكن الاول مشروع برنامج المشروع السكن يعني المشروع بتاع البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي نفس الشيء يعني جامعه حكومه معينه تو السكن الاول جامعه حكومه معينه هل تخضع هذه البرامج للسياسات يا اخويا انت تحط سياسات ترجم السياسات باش ننفذها سياسات استراتيجيات برامج توصل على الميدان مشاريع هذا التمشي السليم لا تنفيذ السياسات كل هذا غير موجود شوفوا سياسات الضفه ثم ننبثق من رهانات اخرى سياسيه يعني نرجع
سياسه مشاريع وبرامج لا علاقه لها بالاستراتيجيه الدوله. يعني نسيب مثال، احنا حاليا في وضع استراتيجيات وزاره التجهيز، وضع استراتيجيات محدثه للسياسات السكنيه، مازال الاستراتيجيات والسياسات ما فاتش، ونشوفوا المشاريع تخرج في الغد. مين خرج المشاريع؟ الله اعلم. بالطبيعة نعم الاجابات. اذا نرجع ديما للمرحليه، في الثمانينات يعني تم انشاء يعني وكالة التهذيب والتجديد العمراني لاغو في الثمانينات تبع وزارة التجهيز، وانطلقت يعني لاغو فيما يسمى بالمشاريع الحضرية وكالة التجربة الناجحة. في مشروع يعني فما مشاريع حضرية تم نجح الأول والثاني والثالث، يعني مشاريع فيها معناها إعادة هيكلة ومشاريع يعني قوية وسليمة وهيكلة. لكن خرجت في إذا تعرف المشاريع مشاريع يعني الحضرية مثلا مشاريع ثقيلة. معناها أفقية يلزم تاخذ كل المكونات والأبعاد نتاع مدينة بالمشروع، النقل والسكان والديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيره. السؤالات كل عقاري هو أساس كل شيء، واللي نشوفوا فيه احنا تو تفاوتات وغيره الكل هو عقاري. أنا ما نجمش نحكي على كل شيء، يعني في الستينات في الستينات والسبعينات الدولة وقت نشأت يعني الوكالة الوطنية العقارية التونسية سنين ما كانش يعني هكاكا، يعني الطبيعة هي فما واحدة طبقة بيوقراطية خارجة باش الدولة مازالت فاتية لازمها تكون الطبقة نتاعها، ينزل تحتها بعض الامتيازات. اش هي الامتيازات؟ ينزل تحتها المكانة بالعقار. ولهنا تبنات يعني التقاسيم الجديدة نتاع المدينة وغيره وغيره وغيره، وتباع 5000 متر مربع. لكن في المقابل الشرائح اللي ما تنجمش تولج للكنان اللي كانت الكنان تسمى توا البي اش بدلت عام 89 بي اش، الناس اللي ما تنجمش تولج هل المنظومه هذه التمويليه للعقار مش تمشي مش تمشي بحيث تضامن الدوار هيكشن الى اخره. ومن هنا المفارقات الجاد، يعني احياء راقيه منظمه واحياء هامشيه. وانطلقت يعني المسيرة للفوضوية غير الرسمية والمنظمة الرسمية، وإلى يومنا هذا مثلا نعاني من نفس الشيء في غياب سياسات حضارية. الثمانينات اللي صار عام الستينات والسبعينات، جاء عام الثمانينات اش باش نعملوا له من أحياء الفوضوية؟ لازمنا أجونس. إذا جات وكالة التهذيب والتجديد العمراني، لومبيلونس جات. الفوضى يمشي والأمبولانس وراء والأموال العمومية تضخم. إذا كانت تخدم نفسي التهذيب أكيد فما إجابة إيجابية، أكيد ما نجموش نقولوا إن كل المقاربات سلبية، فما الإيجابي فما تخدم إيجابي في الإسكان، فما تخدم إيجابي في وكالة التهذيب والتجديد العمراني اللي هي مؤسسة يعني من أحسن المؤسسات يعني من أفضل ما فما الوكالات في تونس، حتى يعني الفاعلين فيها من خيرات يعني الفنيين في تونس، نشوفوا لأخي مؤخرا ولا كون بلان حتى سياسي بالنسبه للكل يعني اللي اشتغلوا فيها، ولكن عندها الحدود نتاعها، يعني كل الحلول اللي وجبتها هي حلول يعني ميقاتيه، ما جابش بحلول علاجيه. انت تدخل المقاربات الاولى قلنا مقاربات المشاريع الحضاريه في الدمجه هي رجعت لها شويه في الدخيل ما نسميهم رجعت لها شويه، لكن هي مقاربات مكلفه جدا. والتهذيب في السياسات الاسكانيه في تونس ما عندوش يعني نفس التصور في مثلا في العالم الانجلو ساكسوني ولا في العالم الفرنكوفوني اللي ياخذوا كل المكونات بتاع الحي باش يخدموه. من هنا جات سياسات المدينه، سياسات المدينه هي لازمه وهي خالده في تونس، ما عندناش سياسه المدينه هي سياسات اجتماعيه يعني بأتم معنى الكلمة، يعني الهدف نتاعها هو إدماج الفئات الاجتماعية، إدماج الطبقات يعني الكادحة، إدماج خاطر برا وقت الجد كانت سياسات فيها جد تباعا لي معناها الأتفاق بتاع الهجرة المستوطنات الظفرين واللي ممكن الناس اللي هما باش نجوا كيما نشوفوا فرنسا ماهوش أحسن من كده اللي عطات راهو والمدن الجديدة. أكيد المدن الجديدة جات في الستينات دور عام 1965 جاء
الدول الجديدة اللي للأسف اليوم احنا في مراجعة مجلة التهجئة والتعبير مش نلقاوها كحل عملياتي. حل عملياتي اللي هي المطلوب من الاستراتيجيات. يعني حقا اخر ليش نقول انها اخر كونفرنس واحد. هذه مراجعة المجلات نجيوها من اخر المطاف. لذلك نرجع للمدينة كما دونك لافيو قاعدة تجري وراها يعني بالحلول الترقيعيه التوفيقيه الى غيره، لانه في اخر الامر ديما توصل يعني البرنامج الحياه الشعبيه من 92 تقريبا الى 2004 ولا 2002. هذا المشروع هذا تقريبا التمويلات كل اللي تدخل معناها الاجنس فرونسيز دو ديفلوبمون الفرنسي اللي هي معناها الشريك الاساسي المؤسسة هي وتدخل في حياة تونس كل تقريب أكثر تقريب من 900 حي في ظرف المدة هذه الكل. لكن نشوفوا يخدم بالحي ولهنا ندخل في مشهد مسألة فنية كبيرة مسألة يعني الأسواق معناها معناها اللي مارشي بوبليك باش تعدي السوق معناها الصفقات العمومية تدخل في السوق معناها في صفقة عمومية تخدم الحي بعد يعني التهذيب لنا راهو كيسير نعملوا في غاش جديد إضاءة صرف صحي إلى غيره فقط معناها بعد 5 سنين أحيانا كل ما تخدم يتلاشى يجب تعاود برمج الحي من جديد معناها تحط مليار أو مليار راهو حتى شيء بالنسبة للمجال معناها السياسات الحضارية مليار يعملك نصف كيلومتر فيني تو وصلنا في مليارات كيلومتر المهم الدروس 2 مليارات أنا اللي أحكي لك عنها 50 مليار كيف 50 مليار مش عمل 25 كيلومتر الدروس بالسياسة أنا التمويلات في السياسات الحضارية ما عندهاش قيمة كبيرة تفكير أكثر من هذا عن النجاعة أكثر من مسألة البرمجة والتدريب وصلنا إلى آخر التسعينات التخبط في كل هذه المشاريع ما ننساوش مشاريع السكن زي مشاريع السكن بعض التجارب اللي يمكن فيها نقاط استفهام كما تجربة يعني 26 لو صار هذا يدخل في التاريخ تجربة يعني صندوق التضامن الوطني اللي بنات أكثر من 70,000 مسكن تو دو فخور بحسب الوزير اللي تعمل 0.7% معناها فما حاجات معناها ممارسات واضحة لازم نقولوها وفما شوفوا دي بايعوا بالفون يبيعوا بالتجربة دي برا سكن الاجتماع ونقول لكم زيادة هو المشروع الوحيد اللي اشتغل على سكن الاجتماع خاطر لا فيه ضمانات لا فيه قيود مالية لا فيه منظومة مالية تجبر الناس في كيف هشة اللي ما عندهاش سند اجتماعي باش دور مستمر شوفوا أحيان تو في الجمهورية كل موجودين أحياء موجودة الكل اللي تو ولا عندهم معناها وصل اجتماعي سلبي يعني كلمة فرنسيت كانت سلبية جدا كل تقريب غير الأساليب بتاعها يعني ثم حيزوروا في قصة مش تعيش معناها الشلاخية مثل مركبة إلى غيره كلها أحياء عرب أو مشاكل كبيرة في العالم إذا نرجع إلى خليني نختم أنا أحكي لكم عن كيف نحكي عن السياسة الحضارية في تونس حاليا المشكلة الكبير هو التخبط في ما يسمى ضرورة مراجعة وتعديل الأدوات والآليات اللي باش ننزلوا بهم ونسيقوا بهم السياسات. السياسات يمكن احنا نظرها في تصورها في رؤية في توجهات، لكن كيف يمكن تنفيذها على الميدان؟ لازم هنا نفكروا في الأدوات، من أهم الأدوات هي القوانين. والقوانين شوفوا في بورقة القوانين فما بلاد أخرى كذا كيفاش القوانين تصاغ من غير حكمة مجلة الجماعات المحلية إدارة معينة مجلة التعبير إدارة أخرى بخصوص القوانين الأساسية اللي راهي هما يمكنوا من التصرف المدن نتاعهم في السياسة الحضارية. زوز قوانين مختلفين وفي تراتب الأمر هذا واضح يلزم مجلة التعبير كقانون يحترم قانون أساسي اللي هو قانون الجماعات المحلية. زوز في سيرة الإدارات الاثنين ما يتعاونوش ونحكيو بعد على الحوكمة. ما هو تأثير هذا الصراع اللاحوكمي المؤسسي ما بعد الثورة على مدى إدراكنا وممارستنا للتراب بتاعنا؟ ما هو مستقبل المدن بتاعنا؟ ما هو مستقبل التصرف المدن بتاعنا في ضوء ما نشوفوه اليوم؟
من تقسيمات ترابية جديدة أتينا من 264 بلدية إلى 365 بلدية. أي موارد التمويل هو هذا الحضري اللي لازم يعني نفكروا فيه، وإن شاء الله نلقاو يعني وطرق أخرى اللي تمكننا من مراجعة الحديث ومناقشة هذه الإشكالية. وشكرا على الاقتصاد المرة الثانية. شكرا سيحاتي محمود. إذا سيحاتي مستعرض إشكالات بعض إشكالات السياسات العمرانية في تونس، وكما رأينا هي مرآة ونموذج لإشكالات التخطيط الاستراتيجي للسياسات العمرانية في تونس إجمالا. حمزة المدرب الآن وهو باحث في الاقتصاد السياسي في الجامعة الأوروبية في فلورنس سيواصل تشخيص وجه آخر من أوجه إشكالات السياسات العمومية في تونس متعلقة هذه المرة بالاقتصاد السياسي للسلطة. تفضل سيدي محمد. شكرا دكتورة نسمي على الدعوة، شكرا صديقي ماهر وسعيد بالتواجد معكم اليوم. اليوم أنا باش نحكي ربما عن الاقتصاد الموازي اللي كثر الحديث عليه بعد 2011، وكأنه وقع اكتشافه بعد 2011. كانوا برشا ظواهر شفناها في البلاد من سنة التعرف، كانوا برشا ظواهر أخرى أنه وقع إعادة اكتشافهم أو اكتشافهم أو ربما تناولهم بإعلاميا وسياسيا وغيره من باستفادة كبيرة وبكثير ربما من التقسيط. الاقتصاد الموازي أو اقتصاد الهوامش، لأنه هوامش بمعنى أنه بما معناها خارج الأطر القانونية، وبما معناها أيضا لهوامش ديمارش تريتوريال، يعني الاقتصاد الموازي اليوم لو نشوفه خريطة الاقتصاد الموازي موجودة طبعا في المدن الكبرى، موجودة على كل التراب التونسي، ولكن موجودة أيضا خصوصا في المناطق الحدودية وفي المناطق الداخلية. لو نشوف المناطق الداخلية والحدودية فمن فارقة كبيرة، وأنه غياب وجود قطاع خاص جعل أنه ربما الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الناس موجودة إلا أما في التوظيف العمومي أو في الاقتصاد الموازي. معالجة أو الحديث أيضا على الاقتصاد الموازي يحيلنا إلى تقاطع بين مسألتين أساسيتين، يعني هو المسألة الأولى هي الإصلاح الاقتصاد التونسي، لأنه الاقتصاد الموازي مش ممكن الحديث عليه في معزل على الاقتصاد عامة أو هيكلة الاقتصاد التونسي بصفة عامة. ثم يحيلنا في جانب آخر أيضا الحديث على السياسة العمومية، على التنمية الجهوية، على حوكمة التنمية الجهوية في تونس. وفي تنمية أكثر الحديث طبعا مسألة مهمة، مسألة في قلب ربما الحراك الاجتماعي اللي صار حتى قبل الثورة، ولكن تضاعف منذ الثورة، هي مسألة التفاوت الجهوي والحد من التفاوت الجهوي وتنمية المناطق الداخلية والمناطق القومية. كما ربما خليني نبدأ من بعض الأفكار المسبقة اللي على الاقتصاد الموازي فيما بعد 2011. الفكرة الأولى هو أنه قول أن الاقتصاد الموازي أو لا شكلي هو في معزل عن الاقتصاد المهيكل أو الاقتصاد الرسمي إلى آخره. وهذه الفكرة تحيلنا ربما إلى وكأن الاقتصاد الموازي هو ظاهر هامشي، في حين أنه هو تقريبا 40% من الناتج الداخلي التونسي من البي بي في تونسي، ويشكل تقريبا 40% من البوبيليشن أكتيف من القوى العامة في تونس. هذا معناه احنا لسنا من ظاهر هامشي، وزنها الاقتصادي مهم جدا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو أنه كثيرا ما وقع تنام الاقتصاد الموازي على أنه دليل أو انتشاره وانفجاره، خلينا نقول هو دليل على عجز الدولة على التحكم فيها أو السيطرة عليه. وهذه أيضا إيديولوجية يعني أو فكرة مسقطة أو مسبقة، وتخلي مقابلتنا للواقع منقوصة وغالبة. خلينا كما عمل السياحات نرجع إلى ما قبل في المعجزة، لأنه اللي يحب يفهم الاقتصاد الموازي والحديث اليوم عن الاقتصاد الموازي
الديستنيشن تيرز اللي حديثنا من 2011 فبعد لازم مهم جدا انه نرجع الى ما قبل 2011 وفهم انتشار او تطور الاقتصاد الموازي في علاقه ايضا بالتوازنات الاقتصاديه والسياسيه اللي حكمت على الاقل لمده 25 سنه نظام بن علي واللي انخرطها وتغير السياق السياسي نتج عنه تغير ايضا وانتشار اوسع للاقتصاد الموازي فيما بعد 2011 يعني بكل ربما باختصار مش نتحدثش برشا على التاريخ وانه الاقتصاد الموازي هو اساسا تعبير على ازمه هيكليه للاقتصاد التونسي هو تعبير على عدم قدره الاقتصاد التونسي على خلق فرص عمل وهذا بان بالكاشف وحتى نظام بن علي كان في واعي جدا لهذا وكان فما رابور تقدم من رئاسة حكومة أيام محمد الغنوشي في 2008 مع البنك الدولي يقول إنه تونس لازم تحقق نسبة نمو ب 10% يعني هذا شيف حتى تستطيع إنه تستوعب الوافدين الجدد على سوق العمل بالتالي إنه مسألة عدم قدرة المنوال الثانية في تونس أو الاقتصاد التونسي على خلق مواد شغل هي مسألة هيكلية وهذا ما أدى إنه في غياب التوظيف العمومي أو القدرة على التوظيف العمومي في غياب أيضا قدرة الاقتصاد التونسي على استيعاب الوافدين الجدد لسوق الشغل إنه انتشار أدى إلى انتشار الاقتصاد الموازي في فما نقطة آخر زاد مهم جدا هو أنه بداية هو خاصة في سنة 2000 كان فما حاجة ماسة لنظام بن علي إلى العملة الصعبة إلى حد من الضغط على ميزان المدفوعات وهذا ما أدى ولاحظنا أنه في الألفينات كان فما تسارع بين سقف الخصخصة وهذا ما أدى إلى تباطؤ التوظيف العمومي وتسريح أيضا كثير من العمال وبالتالي انتشار وتوسع ايضا رقعة الاقتصاد الموازي. علاش نأكد ربما ايضا على انتشار الاقتصاد الموازي وتوسعه في الفترة هذه هو انه تعامل الدولة لم يكن تعامل حصريا قائم على السيطرة او على الضرب او على الحد من الاقتصاد الموازي من التهريب وغيره كان اساسا تعامل قائم على نوع من البراغماتيه بمعنى انه البراغماتيه هو قائمه على اساسا على فكره توظيف الاقتصاد الموازي لحل الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه المستفحله في تونس يعني في غياب خلق مواد شغل في غياب ايجاد حلول اقتصاديه وبدائل تنمويه في المناطق الداخليه والمناطق ايضا يعني هاجس الامني كان موجود بالنسبه للمناطق الرقميه والمناطق التنمويه من سنوات يعني منذ عشريات وهذا ادى الى انه كان فما تغاضي كبير على التهريب في المناطق هذه وعلى انتشار السوق الموازي او الاقتصاد الموازي بالتالي الفكره هو انه هي هوامش في قلب السلطه لان السلطه لم تكن عاجزه على حد منها أو على السيطرة عليها هذه فكرة مهمة السلطة كانت عاجزة أو غير راغبة في تحمل تكاليف إصلاح هيكل الاقتصاد التونسي وإيجاد بدائل تنموية في المناطق الداخلية والحدودية وبالتالي استعملت الاقتصاد الموازي كوسيلة لإدارة الأزمة هذه ربما نيونس كيف رأيتي في الإطار هذا مهم جدا ايضا انه التاكيد على حاجه اساسيه هو انه تطور الاقتصاد الموازي كان ايضا مرتبط ببحث نظام بن علي ايضا على التوازنات يعني سياسيه بمعنى انه ادماج الطبقات الوسطى في مجتمع استهلاكي كان تم ايضا عن طريق انتشار السوق الموازي عن طريق بومنديل وغيرهم وشبكات التزويد الاقتصاد التونسي سواء كان عن طريق ليبيا او عن طريق رادس او عن طريق الجزائر وغيرهم يعني هذه ايضا مهم جدا انه نعيد النظر في هذه التوازنات او نفهم التوازنات
اقتصادية وسياسية لحكم الفترة دي بشوية يفهم زادة ما الذي تغير بعد 2011. بالتالي التعامل البراغماتي أو سنود الجوفرنمون أفاب لكو أكو زيرو وغوفرني ولا بي كما يقول ميشيل فوكو يعني هو طريقة حكم براغماتية جدا، بمعنى أنه هي طريقة حكم تأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد تستعمله في حكم مناطق أو في حكم شرائح اجتماعية، في غياب قدرة الدولة على إيجاد بدائل، في غياب قدرة النظام على إجراء إصلاحات تحمل كلفة الإصلاحات بمعنى إصلاحات ضريبية، بمعنى إصلاحات في 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 تأكيد الاقتصاد التونسي، أدى هذا إلى أنه محاولة التطويع للاقتصاد الموازي كما حكيت واستعمال كأداة لحالة الأزمة لا أكثر، ثم أدى أيضا إلى أنه جعل التعامل مع الاقتصاد الموازي هو تعامل أمني حصري، يعني بمعنى أنه العقلية الأمنية هي العقلية المسيطرة في تعامل النظام مع الاقتصاد الموازي، وهذه فسر لنا انتشار الرشوة، انتشار الزبونية، وجود كبار فاعلين يعني في داخل الاقتصاد الموازي. شفنا بعد 2011 لما تراجعت سلطة الدولة، لما انهار نظام بن علي، لما تراجعت أيضا سلطة الأجهزة الأمنية، لأن كبار الفاعلين صاروا نوع من الأوتونوميزاسيون، بمعنى دخلوا في منحى استقلالي ثم صاروا قادرين على التأثير في المسار البلاد. هذا مهم جدا، لأنه فكرة وفهم تطور الاقتصاد الموازي بعد 2011 هو أيضا مرتبط بفهم التوازنات اللي حكمت ما قبل 2011، انخراب التوازنات اللي بعد 2011 أدى فيما أدى إليه إلى أنه صار انتشار حجم الاقتصاد الموازي، وهذا اللي حاولت البنك مونديال أنه تعمل استيماسيون مثلا لحجم المبادرات، وعرفنا على الأقل في المعابر البرية مش المعابر البحرية، لأنه حتى البنك مونديال لم تستطع أن يوجد المعابر البحرية، وهذه مشكلة أيضا للاستيماسيون أو للكونتيفيكاسيون تاع الاقتصاد الموازي في تونس. في الرابور تاع البنك مونديال اللي خرج في 2013 و14 ما ذكرش، لا مش تقريبا تم استيميتي للفورمي قبل حاجه هكا نسيت، يقول انه مثلا المبادله التجاريه مع ليبيا المبادله غير المهيكله هي ليكيفون للمبادلات المهيكله، ثم انه نسب المبادله التجاريه مع الجزائر هي غير مهيكله تتم عبر الاقتصاد وتاخذ هي سو لا فورم سو فورم فورمال، وبالتالي احنا نحثوا حقيقه على حجم مهم يعني حجم كبير للاقتصاد الذي قاعد يعني لسنا امام كما قلت لكم الاول، لسنا امام فينومين ايبي فينومين او فينومين ماشينال، احنا هوامش في قلب السلطه، بمعنى انه لسنا حقيقه امام هوامش اقتصاديه او هوامش لا وزن لها، بالعكس هي هوامش مهمه وفاعله سواء كان اقتصاديا او سياسيا. ربما نجي في مرحلة ثانية لما بعد 2011 إلى مسألة كيف التعامل مع الاقتصاد الموازي، شفنا منه خصوصا بعد 2013 كان فما خطاب أكد ومركز خصوصا على التعامل الأمني برابطة الإرهاب والتهريب في علاقة بالإرهاب والتهريب في علاقة ضرورة إعادة هيبة الدولة وغيره. يعني طبعا التعامل الأمني مطلوب من الكروش، ولكن التعامل مع الاقتصاد الموازي لا يمكن أن يكون حصريا أمني، لأنه كما قلت لكم كما حاولت على الأقل أني أفسر في بداية مداخلتي، هو إحنا أمام الاقتصاد الموازي يعني أمام فينومين في تقاطع مع مشاكل هيكلية للاقتصاد التونسي ومشاكل مرتبطة أيضا ب جغرافيا أو التنمية في تونس، خصوصا في المناطق الجنوبية والمناطق
والمناطق الداخلية. يعني ما الذي منع اليوم بعد في معلش من إيجاد أو من معالجة مثل هذه معالجة دقيقة أو معالجة على قد الأمور في عمقها؟ تقديري أنه عدد عوامل. العامل هو غياب رؤية سياسية للإصلاح الاقتصادي في تونس. كان طبعا عدينا على الأقل 4 سنين الذين مطاعنا في 2011 حتى 2014 في إطار تجربات سياسية وغيره، وبالتالي أنه الهاجس أو الهاجس الاقتصادي أو البريوريتي ايكونوميك خاف معنا، وكان الأولوية السياسية من الآن. هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية هو أنه عدم وجود رؤية للتغيير هو أيضا نتيجة لعدم وجود آليات التغيير أو عدم وجود قدرة داخل الإدارة العمومية وداخل الطبقة السياسية على التفكير في آليات حقيقية لبناء استراتيجيات وصيحات نتحدث بكري على السياسات الإقتصادية. وهذه مسألة مهمة. يعني اليوم في تونس السياسات القطاعية وعدم القدرة على الخروج من سياسات قطاعية إلى سياسات تعمل تنسيق بين القطاعات، يعني دي بوليتيك كروس سيكتوريال، دي كياسيون مينيموم دو كورديناسيون ما بين لي سيكتور، وصارت عابق. يعني يتحدث على الاقتصاد الموازي، يتحدث على إيجاد فرص شغل داخل المناطق في المناطق الداخلية، يعني إحراز قطاع خاص في المناطق الداخلية والمناطق الحدودية، بالتالي يتحدث على بنية تحتية، بالتالي يتحدث على تمويل القطاع الخاص، يتحدث على تمويل مهني، ويتحدث على إعادة الاعتبار أو إعادة النظر في الفلاحة، ثم ضرورة إحداث ريفورم فيسكال، يعني إصلاح جبائي بطريقة أن تدفع الاستثمار داخل المناطق. يعني هذا كل يدل على ضرورة إيجاد سياسات متعددة أو كروس سيكتوريال، يعني عابرة للقطاعات إن صح التعبير، متقاطعة هذيك صح. وهذا غير موجود، أنا وهذا للأسف غير موجود، لأنه أيضا في نظام السياسي الجديد إحنا بحاجة ربما إلى أنه رئاسة الحكومة تلعب دور في إيجاد استراتيجيات في الكوتيناشن كروس سيكتوريال. هذا غير اليوم غير موجود. بالتالي في واحدة من الريكومنداسيون اللي عملتها مؤخرا في ورقة صدرت في 14 جانفي، ضرورة إيجاد وحدة لاستراتيجية داخل رئاسة الحكومة، أو ما يسمى استراتيجية يونت أو بوليسي، يعني وحدة سياسات داخل رئاسة الحكومة، إعادة النظر أيضا في رئاسة الحكومة، في دور رئاسة الحكومة، ليس في التطبيق ولكن أن يكون دورها أكثر في الكورديناسيون ما بين مختلف القطاعات وما بين مختلف الوزارات. أحداث والوحدة هذه قد تكون قد تأخذ دور أيضا تكون في على شكل دمج سياسيين مع كبار موظفي الدولة مع خبراء من المجتمع المدني، وأحداث نوع من التلاقى بين المختلف المشارب الفكرية هذه والانتماءات هذه. يعني المطلوب اليوم في تونس أيضا جيل جديد أو مقاربة جديدة لصنع سياسات عمومية، بمعنى أنه هناك بزوان كالكسول لسياسيين قادرين على أنهم يمسكوا ملفات، يمسكوا ويعرفوا الإصلاح، يعني طريقة أحداث إصلاحات شابعين بملفات وبمعرفة دقيقة الملفات. لكن احنا محتاجين ايضا الى كبار موظفين او الى فونكسيونير قادرين انه يكون عندهم دي كومبيتونس بوليتيك، مش بمعنى انتماءات سياسية ولكن بمعنى انه قدرة على فهم المتغيرات السياسية، قدرة على تنظيم المفاوضات مع الفاعلين الاجتماعيين لاحداث الاصلاحات، لتنظيم ايضا دي كواليسيون دو ريفورم وغيره. هذا مهم. وللاسف انه غياب الرؤيه الاستراتيجيه جعلت جزء من الطبقه السياسيه تتخبى وراء مسؤوليه انه مساله التمويل، مسؤوليه انه الدوله محتاجه الى تمويل او هناك بزوان دان بلون مارشال.
لكن الواقع أن تونس وهذا بشهادة حتى كبار عن مسؤولين تونس أنه حصلت على تقريبا 7 مليارات دولار ما بين 2011 و 2015 و 2015 بالمئة. بالتالي أنه وفي المؤتمر الاستثمار اللي صار كانت عقوبة كبيرة وكانت يعني المسألة اليوم حتى هذه مشكلة ما بين السياسيين التوانسة ما بين اللي بارتنير انترناسيونال اللي يقولوا لهم لا بزوان نعملوا مارشال تكون الإجابة مباشرة يفوفوا أنو يعني لازمكم برنامج أول قبل نعملوا مارشال. وهذه مرة أخرى تأكد على غياب الاستراتيجية قاعد يخلق في مشاكل على داخليا ولكن قد يخلق ايضا في مشاكل على البيريتي على تمويل الاقتصاد التونسي لانه وهذا اثبت يعني مؤخرا مثلا في ارتيكل في واشنطن بوست انه التدفقات الماليه قد تكون عائق لاحداث اصلاحات. بالتالي انه ضمان النخبه السياسيه الجديده للتدفقات الماليه ولدعم لبارتنير انترناسيونال تاع تونس يجعلها انه ربما تخيل لو كوتير مره اخرى كيف ما عمل بن علي بدري انه لا جيستيون دو كريز انه جير لي شوز ا كوتير في تونس اليوم ايضا اليوم تونس دو جيري لي شوز ا كوتير وهذا بالعكس يعني كونتر برودكتيف لانه في النهايه قاعد يجعل من الدين العمومي رايع السلطه السياسيه. يعني لو تشوف ليبيا او الجزائر او بلدان الخليج عندهم البترول كرايع نخاف اليوم من تونس لأن يصير الدين العمومي والتدفقات المالية الخارجية رايع في السلطة زمان استقرار السلطة لكن في النهاية هي ارتهان للبلاد المستقبلية. النقطة الثانية اللي تمنع ربما من إيجاد سياسات عمومية فاعلة وديناميك وقادرة أيضا على أنه تعيد النظر في هيكلة الاقتصاد التونسي هو مسألة حوكمة مسألة أيضا ضرورة إعادة ربما ربط أو تنزيل أو عدم القدرة على المرور من مرحلة المبادئ إلى تنزيل المبادئ هذه. يعني كما شفت مثلا في الدستور فما مسألة ديسكريميناسيون بوزيتيف أو التمييز الإيجابي للجهات بمعنى أن اليوم فما جهات عندها الأولوية في التنمية في الاستثمار العمومي وهذه هذا مبدأ مهم وهذا قادر انه يخلق فرص للجهات الداخليه والجهات الحدوديه وانه يحد من الاقتصاد الموازي وانه يخلق فرص عمل وانه يجعل الاقتصاد المهيكل اكثر قوه واكثر ديناميكيه في المناطق الداخليه والمناطق الحدوديه. لكن المساله اليوم هو كيف تنزيل عمليا مساله الديسكريميناسيون بوزيتيف في تونس. فما عمل قاعد ومازال في بدايته في الواقع ولكن المسألة أعقد يعني نحن اليوم في تونس محتاجين إلى آلية عملية حتى لمعرفة مثلا الوزن الاقتصادي لكل جهة لكل ولاية لكل معتمدية يعني شركات كريتير أون فا ديسكريميني بوزيتيفمون منطقة على منطقة بالتالي أو جهة على جهة أخرى عكس جهة أخرى. بالتالي اليوم ضرورة أيضا المرور من مرحلة المبادئ الكبرى مهمة إلى مرحلة التنزيل مسألة مهمة ومسألة مستعجلة. شكرا. شكرا حمزة. الحقيقة ونحن على أعتاب تنفيذ استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي إجمالا مجرب فيها الاقتصاد الموازي من المهم جدا أن نستمع إلى توضيح هذا. يعني من المهم أن نفهم أن ما يبدو لنا هامشيا هو موجود في قلب السلطة. نظام دولة بن علي قد حكمت المجتمع انزلاقا من هذه الهوامش. يعني في غياب رؤية استراتيجية لبدائل اقتصادية حقيقية دامجة للطبقات الوسطى والطبقات الشعبية قد كان الاقتصاد الموازي كما ذكرت يعني الباب الذي أقحمت فيه هذه الطبقات في الاستهلاك. فالحقيقة يعني التحليل استمتعت به جدا لأنه يعاون أن نفهم هيكلة الاقتصاد التونسي لأن هي معضلة المعضلات اليوم. يعني
الاقتصادي هي العقبة اللي قدام الناس كلها، يعني ليس هناك تصور حقيقي لحلحلة الوضع الاقتصادي ولي يعني الاستثمار ليس حل. احنا مش ناقصنا استثمارات وانما نحتاج رؤية مثل ما ذكرت. فشكرا على هذه المداخلة. الحقيقة نحن نستسمحكم مازال مداخلتي كانت ما تحبش لأنه نكمل رابع مداخلات ثم نفتح باب النقاش. الحقيقة سنفتح باب النقاش الآن لمدة 20 دقيقة ثم نمر إلى استراحة القهوة.